السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعي قناه ناصر محبي الطيور. خوتي درنا الجزء الاول والجزء الثاني خاص يعني بالكناري والمقنين والطيور الزينه. خوتي مالوروزمون يعني ما كملناش الجزء الثاني مليح، يعني كانت الشرطه، ولكن هنا الان رانا دائما في السوق هنا في المارشي تاع شراقة، وين كذلك هنا خاص ببيع الحمام الدجاج والارانب الى اخره. خوتي يعني اذا كنت ندير لكم فيديو لهنايا ونشوفوا واش كاين. هذوك مربيين برا خوتي، نبداو الوز هذا بالوز لهنايا. الله يبارك. 300 الوحده كبله خوتي، 3000 دينار يعني في زوج 300. خونا راه في الدجاجه هذه، يعني دجاجه تاع تريسيتي حمراء، تاع تريسيتي حمراء هذه. الله يعينك. وقت شحال تبدا خونا؟ 50000 500 دينار يعني. الله يعينك. منا كذلك 50000 هذا. راني جاي البيت ومن بعد نشوفوا لهنايا. هذه شنوا شنوا ياك؟ اي والله يعني هذه خوتي، هذه 1000 دينار تاع شناوا يعني جو صغار هكذايا. هذيك سردوك سبرايت. زيد عندنا سردوك هذا كذلك خوتي، سبرايت امير ما شاء الله يعني خوتي شباب بزاف. الله يبارك. شوفوا يعني نظرة. ما هو شحال السومة تاعو؟ اما هذاك 200000 200000 2000 دينار خوتي. وفيه مساعدة، فيه مساعدة راه يقول خونا 2000 دينار والمساعدة كاينة. خويا بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. خوتي عندنا مع المستغرب لهنايا. الله يبارك. شوفوا هذا يا دجاج، عرف يا اخي تاع هذيك. الله يبارك. هادو صغار ولا كبار؟ صغار. صغار هادو ما يعني هم الدجاج يبيضوا، وهادو ما يبيضوا يعني عادي. صافي الله يبارك. وريت هذوك هادو ما وينك تربيهم في الدار هادو ما؟ ايه طالقهم صح. صح ما شاء الله. والفلارس ما عندكش؟ فلاصولي دوكا كانوا قاركين تحتهم. صحيح. ودوك هذا شحال السومه تاعهم؟ 130 فيها مساعده. 130 وحده فيها مساعده. هادو ماشي تاع الجزائر، تاع الجزائر تاع مصر. صح صح خوتي يعني 1300 هادو ما؟ 130 1300 دينار وفيها مساعدة خوتي. عندنا كذلك الله يبارك. علاش؟ ياسر وعندنا القنين، محبي القنين. هادو ما تاع البلاد ياك؟ 50000 و 100000 عطيه وليد. والجزء صار شحال تبيع فيه؟ 130. يقول 130 هنايا. هادوما 50000 ياك؟ 50000 500 دينار وهادوما 1000 دينار. 100000 شوفوا خوتي. الله يبارك. ما شاء الله. نعم قول لي. ما يحب كيف ما يحبسوش هادو؟ يعني كل يوم وحده هكذا. كل يوم وحده. اي والله يعني كيما نعرفوا ما شاء الله مع الولد. الله يبارك الله يبارك. خوتي هنا راني نشوف نوع يعني باين يبان جديد. خونا هادي مو شنو؟ ها؟ صح بارك الله فيك خوتي. يعني هذايا حجل تاع ايطاليا. شوفوا يعني ماشي كيما تاعنا سي فور سا شتو ما. وهادوما فلاس تاعهم؟ لا لا. البراهما خوتي هادوما الفلالس. يعني تاع البراهما راكو تشوفوا. محبي الدجاج يعني كذلك الناس ملعب بالتربيه تاعهم في البراهما. واللي راهو داير الباز هذاك اللي شغل عندي واحد الشاشيه هكذايا فرد ما باليش او جديد. هاي الله خونا هذوك شحال هذوما تاع ايطاليا شحال السومه تاعهم؟ 100000 الحبه. وفي البراهما الفلالس 100000 كيف؟ يا عمي يا خو 1000 دينار. وفي الكبار مليون. نعم الكفله خوتي راكو تسمعوا يعني مليون ونص الكفله 15000 دينار. براهما يعني راكو تعرفوا انتم خوتي. والدجاج يعني اللي راهو داير الباز يعني الدجاج القطني هذايا. شوفوا كيفاش جاي ما شاء الله. اخونا هذا واش من بلاد راهو يجي؟ يعني دخل البلاد. شحال السومه تاعو؟ 600 الكفله خوتي. 6000 دينار الكفله. يعني شباب يعني كانوا برا تشوفوه مليح. وفيه فليزير كولا خوتي يعني في البلون في الكري مخلط عندهم لي كولا ما شاء الله. نزيد نشوفوا مع خونا لهنايا كذلك توجور مع الدجاج. وهكذا خونا شحال سومه؟
180000 هادو واش من راس براهمه خوتي براهمه 1800 دينار بارك الله فيك خويا يعطيك الصحه هذا شنو ياك لا لا فيومي اه صح هادو صغار تما الفيومي ياك هكذا يا خوتي هادو مال الفيومي كذلك اللي كبروا ما شاء الله هادو ما في الاهل الصغار وهادو ما في البراهمه راك تشوفوا مش حال سمال الفيومي شحال راه هكذا يا 40000 الوحده ياك الوحده والفلالس هادو ما في البراهمه من هنا في الحبه يعني براهما سبرايت الله يبارك خونا دوك هادو تربيهم عندك في الدار هكذايا وتخرجهم يعني ما شاء الله شوفوا خوتي يعني مصغر دم الله يبارك وهادو من الفلالس من اخويا احكي لي على هذاك هذا الفلوس الصغير هذايا هذاك حلو لا هذايا واش هادشي هذا معليش جبدو معليش خوتي يعني الفلوس هذايا الله يبارك راه سبيسيال شغل عنده شاشية في راسه شوفوا خوتي الله يبارك هذا نديرو صورة اليوم شوفوا خوتي هذا وقت واش من راس بادون كي كبر ما عندك كيفاش يكبر هذا شغل الجور تاعو ما عندك صحيت خوتي هذا كيما لا هنا لا 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 صحيح صحيح وشحال الثومة تاعو هكذايا 60000 خوتي 600 دينار يعني ما شاء الله وهذوما الكحول لهم هنايا ناكازاكي ماشنا ناكازاكي يعني خالد شحال راهم يديروا؟ هادو يزيد كبروا شويه برك يا اخي 160000 هادي 1600 دينار الله ما شاء الله خويا بارك الله فيك يعطيك الصحه خويا العزيز صحيح محبي الحمام مع المسار لهنايا الله يبارك هادو شنو راس؟ باو انديا مع طومبول بخاري الباو باو انديا مع الطومبول البخاري تما هادو ما شغل مخلطين هكذايا الله يبارك كروازي ما شاء الله يزيد يكبروا شويه ولا يقعدوا هكذايا يكبروا شويه وهكذا شحال السعر تاعهم 300000 كفله ولا كفله 3000 دينار يعني خوتي 1500 دينار الواحد ما شاء الله مع المصغر صح يخرج لهم يعني هذا الريش شوفوا خوتي راكم تشوفوا هنايا في رجليهم شابين هذو كي كبروا ما شاء الله دوك هذو مربيهم عندك انت خرجتهم ولا شريت؟ مربيهم عندي زوج عندي خدمه الله يبارك عندك بزاف حمام ولا عندك غير هذو واش عندك كاع لي موديل؟ عندي طومبول بخاري والباو انديا والفولي راكم تسمعوا خوتي يعني المصغر عنده سلعه ما شاء الله الله يبارك خوتي دوك نشوفوا الرقم تاع المصغر يعني عنده انواع تاع الحمام ويربي يعني هذو ما خرجوا عنده تتصلوا به بالك ينصحكم ولا يبيع لكم ماشي مشكل معليش الرقم تاعك ليدو قول لي 05 52 08 01 63 وين تسكن؟ قليعة يسكن في قليعة خوتي يعني لي انتيريسي يتصل ما شاء الله مع المصغر يعني عنده خبرة في الحمام الله يبارك كذلك خوتي محبي الجنين هذا خونا تاع عرب يعني تاع البلاد هذا لا لا سمحوا لي خوتي انا عم بالي هذا الدجاج يعني تاعنا ولكن هذه ماسي براهمه شوفوا يعني مام لا كولير الله يبارك في القري في المارون ما شاء الله هنا والسعر تاعهم شحال؟ 100000 الوحده 1000 دينار الوحده هذه يزيد كبروا يعني كبروا بزاف هذه ما اي والله ما هذو نقدروا نقولوا في شغل فلالس هكذا اي والله عندهم شهرين خوتي هذه هما البراهمه يكبر ما شاء الله كذلك القنين هذه ما تاع البنات تاعنا ولا الحمراء لا لا يعني برس بارك الله فيك عاود لي شنو راس هذه راكم تسمعوا خوتي الله يبارك يعني شابه بزاف ما شاء الله وهذه ما تاعنا والسعر خونا شحال كيما هذه 250000 وتاعنا تاع البلاد 130000 الله يبارك كذلك هدايا اللي راهو داير الباز دجاج هدايا شاشيه هذا نورمالمون كيما شفنا هذاك الفلوس الصغير خوتي انعم الله يبارك خوتي شباب بزاف ما شاء الله وشحال السومه تاعهم هكذا 600 الكفله خوتي 6000 دينار الكفله اخي بارك الله فيك هذيك صح المعلومات دائما مع الجنين مع المصغر لهنايا يريدوا هذو خرجوا عندك ولا زايدين عندك زايدين عندك الله يبارك سيدين عنده في الدار وشحال السومه تاعهم 30000 وحده الله يبارك 300 دينار
تما هادو ما كيكبروا يقولوا هكذا يا ايوا وهكذا شحال سما 120000 صوتي يعني كيكونوا صغار هكذا يا 300 دينار يكبروا هكذا يا يولوا 1200 دينار 120000 ليدو بارك الله فيك هذيك صحه خوتي هذا يعني كذلك نوع من الحجل انا نعرف الحجل هذاك اللي يجيب القري مخطط ولكن هذا قال لي حجل فرنسيز على كل حال راكو تشوفوا هادو ما صغار يعني ما شاء الله اخونا عنده الحمام الله يبارك يعني اللي يقول هذا الانتاج تاعو كذلك رانا نشوفوا لي راس انا واش كاين قال لي راس شيخ خالتي عنده سلعه تمام في الدار عنده سلعه كذلك يعني هو اللي يخدمهم دوك نشوفوا الرقم تاعو اتصلوا به يعني محبي الحمام كاين ما شاء الله شيخ الله يرضى عليك قول لي الرقم تاعك برك 07 075 66 66 98 98 وين تسكن اخ خوتي في طوالي لي انتيريسي لي حب الحمام يعني قلت لكم هام ليك يعني لي راس راهم كاين هاو يقول يعني عنده فليزر راس في الدار اللي خصو يتصل بخونا يعني في طوالي راهي غير هنايا خويا العزيز بارك الله فيك يعطيك الصحه ميرسي بوكو خوتي يعني بون هادو ما اللي عطاكم دوك الرقم تاعو توجور لخونا يعني هادو كذلك راهم ليه قلت يعني عنده انواع تاع الحمام ما شاء الله خوتي نكملوا مع الحمام مع اخونا اللي هنايا كذلك عنده خبره في الحمام ويا ربي ما شاء الله عنده مكان يعني راه هذا وين حكالي عليه نقول لكم عليه وين جاي المكان هذايا يعني رقم الهاتف ما عندوش ولكن عنده بلاصه وين راه يبيع يعني ينتجهم من تما وكذا اخونا هنا واش كاين قال لي راس هكذايا حاجه رابيد برك الفيجان فول بار ديليفون ديمي غونفلور خوتي هاهم ليك يعني ما شاء الله شوفوا كش راهم كاع هنايا مستفين ضليله عليهم راهم قاعدين الله يبارك خوتي نصيحه اروحوا لشراقه يعني انا باسكو ما خدمتهاش صافي لونطون ولكن الله يبارك خوتي يعني محبي الحمام دجاج الارانب يعني كاين ما شاء الله جايه قدام السوق يعني كيما لابلاصات اللي يبيعوا الطيور قدام السوق خوتي عليك الله يبارك خونا بارك الله فيك خويا العزيز يعطيك الصحه ميرسي بوكو خويا سي جون نبداو مع خونا يقول لكم هاي السلعه يا خويا قول لي هذا وشنو خويا كيف ما على بالك شادي تاع صاحبك شوف هاو يتمسخر بيا يا خويا تبارك امين امين يروح امين يا خويا ارواح امين يا خويا ارواح امين ارواح امين عنده معلومات هذا ما يعرف والو شدنا برك الحمامه شوفوا شوفوا امين يا خويا الله يبارك عنده حمامه انا نشوف الباقي هذه وراي وري لي الباقي هذه وراي هذا واش من نوع امين فواياجير هذا الله يبارك وهدايا نعم با تيليفون صح اخويا العزيز هذيك يعني يجوا رجليه مريشين من تحت امين قول لي هادو مشغول اللي خرجوا عندك ولا تشريهم تعاود البيع ولا كيفاش هادي زايده عندك زايده عندك هادي يا الله يبارك هادو مال لهنايا الله يبارك امين تشبيب الله يبارك خلينا الرقم تاعك لا 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 باش يعيطوا لك يتصلوا بك يعني قول لي واش عندك كاع يعني انواع تاع الحمام هكذا باش الكونفلور الفواياجر في الحر يعني المرمز صح هاكو تسمعوا خاوتي يعني من صغير عنده خبره انا نقصرو برك ولكن عنده خبره في الحمام يعني يا ربي نعم من اللي من صغرو يعني ربي الحمام الله يبارك يعني ما شاء الله صافي بليزير امين مثلي نعم صح خاوتي يعني انا ما نعرفش مليح الحمام مي او يعطي لكم انواع الله يبارك والاسعار وين يبداو وين يخلصوا يعني امين شغل فار اكزومبل نبداو نقولوا 100000 وطلع هكذا صحيت خويا امين مدلي الرقم تاعك هكذايا يتصلوا بك مصغر ولا جماعه 05 57 معليش عاود جبدوا بعقلك امين ماشي كاع مشكل ماشي كاع بروبليم خونا علاه دير هكذا يعني فهمنا برك باش تجيها صح وخوتي يعني راهو يسي ياتيري فيها برك
امين اكمل امين كما بون عاود لي بكر الرقم الله يرضى عليك 05 59 56 26 92 وين تسكن؟ بني مسوس خاوتي هكذايا لوبيتال تاع بني مسوس بارك الله فيك خاوتي لوبيتال تاع بني مسوس يعني راه معروف هكذا لي انتيريسي انعم ايقول لكم امين كاين سلعه ما شاء الله بارك الله فيك يعطيك الصحه صافي بليزير خاوتي يعني راكم سمعتوا الرقم وراو قال لكم بني مسوس لي انتيريسي تاع صلاه هنا في العاصمه وهدايا راه يتمقعد بيا يا خويا واش عنده زواج واش عندك زواج انت واش ملي كاناري كاين لا راس كاين اوردينا لازم لا راس حنا نخدموا غير لا راس خويا هكذا موزايك اها عندي الفارموز عندي واش ثاني الساتيني ما عندكش الجاز ما عندي عندك الجاز الله يبارك يعني هذا ما عندوش خبره في الحمام ولكن عنده خبره في الكناري خوتي صافي بليزير يعطيكم الصحه ميرسي بوكو خوتي يعطيكم الصحه خوتي يعني راهو هذا مول كيما يقول لك مول الشيء ولكن حتى في الحمام ولا يعني كاين دي موديل باش تخير اسكد مليحه ماشي مليحه هكذا خويا يعني الله يبارك كون هادو شمن راس فواياجور هادو كيف كيف البيوضه بيجون الفواياج شحال يديروا 150 الف الكوفله وفي البيجون منا كيف كيف يعني 150 الف وهذا هكذا خونا هذا فرق غونفلور غونفلور هذا يا فرق خاوتي غونفلور يعني يكبر ما شاء الله صح هذه هي يعني هذه هي يما خاوتي يعني هنا تتغونفل مليح الله يبارك هذا وهذا فولور يعني راه ليك راه باقي دي زاد يعني تاع البلاد ما شاء الله خاوتنا اللي هنا في شراكا يخدموا الله يبارك لحنا الكافيشون يعني هذاك ترو دو موندي وشباب خاوتي كذلك عندك بلا باق الله يبارك خاوتي هذا كذلك هنا في الفواياجور خاوتي هاو الكافيشون يعني حاجه شابه وروعه يعني الله يبارك هنا وسير تاعهم هكذا في الكافيشون شحال هذوك الدومال شريتهم على اساس كوبله وهم خدعني خرج الدومال صح هو السعر تاعهم شحال يكون الواحد؟ الدومال تاعهم نديرو 300 الواحد 300 الواحد خاوتي كنت تسمعوا 4000 دينار الواحد يعني يعني لو كوبلات 8000 دينار هكذا وي 100 كوبلات 8000 دينار وشابين ناصر ناصر اخويا دائما اخوتنا خاوتي نصيحه والله يعني محبي الحمام يجوزوا الشراقة يعني شفنا موديل تاع الحمام الله يبارك خونا وهادو واش من راس هادي كافيشون هاي والله بصح علاش ماشي كيف كيف الشغل يبان لي قاوي عليه هدايا اسمع يعني شغل هدايا من صح اخويا بارك الله فيك اسمع هذا هو لوريجين تاعو هذا سامبل يعني صحيح وهذه يا خونا هاي والله الله يبارك والسومة 3000 دينار الواحد خاوتي 3000 دينار هني خاوتنا لهنا في شراكا الله يبارك وهذه هما فروخه فواياجور خاوتي اسمع خونا دوك يسمو فواياجور اسمع يعني يعني شغل اللي يروح يولي يولي يعني هذا حمزه بارك الله فيك خاوتي ما شاء الله هذه هي يعني هذا وين يفرقوا هكذا هذه اللي غنى لها الواب بيت ما طير يطير وعلي مسافك بعيد بارك الله فيك يا خويا يعطيك الصحه يعطيك الصحه خاوتي رافينو هدايا الله يبارك خاوتي وهذاك مال الخينيسي وهدايا الخينيسي صحيت الخينيسي كذلك معروف ومحبوب عند اصحاب الحمام يعني الخينيسي خاوتي ننصحكم يعني ارواح الشراكا الناس كرامة يعني في المارشي تاع شراكا الله يبارك اللي يحب الحمام ولا الدجاج ولا الارانب يعني الله يبارك خوتي حميد حميد الرافينو قال لك راهو يعني كوني لهنا يا بشراقة الله يبارك معليش خويا ماشي مشكل ربي يسترنا ان شاء الله بارك الله فيك خوتي والله غير ما شاء الله يعطيك الصحة صافي بليزير يعني استقبلونا صافي بليزير يا خوتي والله غير ما شاء الله خونا وهذا كيفاش معروف لهنا يعني وش من الحاجه سبيسالي معروف فيها لهنا لا لا هذا المصغر محمد رافينو ديرك يعني حوسوا عليك يجي الشراقة الله يبارك ما شاء الله خوتي يعطيكم الصحه وربي ان شاء الله يرفد علينا الوباء توفيق ورا توفيق ايوه توفيق توفيق
توفيق ذلك خوتي. هذا اللي كان ذو كيف فهم فينا يعني ما شاء الله عنده خبره كذلك في الحمام يعني. نعم خوتي دوك نشوفوا الرقم تاعهم يعني زدت تقسيتهم يعني وشتو كامل الحمام لهنايا وعندهم كذلك يعني الله يبارك. مع الناس اللي عندهم خبره في تربيه الحمام ليكش ما خصكم اتصلوا بخونا اعطيني الرقم هكذا المباشر 055 33 97 93. خويا بارك الله فيك خوتي دائما نقول لكم باللي قال وهذاكم السلام خويا. هذا راه ناصر خويا ناصر ولكن خويا الهاويسي كيف كيف راهو بالمقلين ما شاء الله يعني المناسبة كنا تحت حوزونا الشرطة ولكن خدمتهم سي دوماج الله يبارك. هاو مقلين شباب عمرو 9 شهور بطاي كاجا كاجا هكذا الله يبارك. والسعر تاعو شحال؟ ساموني البارح في الحراج عطوني مليون الله يبارك. ساموه في الحراج يعني 10000 دينار ولو كان حطوه يغني يديماري يديماري خوتي دوك نسمعوها يعني باسكو دائما نقول لكم بلي المقلين معليش حنا بالمناسبة انا في الجوست تاع الحمام ولكن نقصروا على المقلين خوتي لازم تسمع يعني في المقنين يا خويا باش تشري يحط لك تسمع اذا عجبو الغناء يديه ما عجبوش ما راش يديه خوتي يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم يعني على الاستغلال هذا خوتي. نختم لكم الفيديو باخر دجاج لهنايا يعني والله العظيم ما لقيتو كانت الشرطة اللي لها غالب على جال الوباء هذايا ولكن استمتعنا في السوق تاع شراقة سيرتو محبي الدجاج الحمام كاين سلعة ما شاء الله يعني راكم شفتوا في الفيديو اللي عجبوا الحال ان شاء الله يتقدم ماشي مشكل خوتي. الوباء هذا برك قلت لكم اللي راهو دايرنا المشكل ان شاء الله ربي يرجع علينا ولكن وشفنا كاع سلعة والسلعة ما زالت تكون ان شاء الله هكذا خوتي. تهلاو في رواحكم ان شاء الله نشوفكم الجمعة المقبلة ان شاء الله. سلام.